ننتقل إلى صحيفة اليوم التالي ومنها نقرأ أمهل الحكومة 12 ساعة مزارعون يهددون بقطع كهرباء مروي. في تفاصيل الخبر أكد تجمع المزارعين بالولايات الشمالية أنه لا مطالب سياسية لديهم وأن قضيتهم الأساسية التي أغلقوا من أجلها طريق شريان الشمال مطلبية بحتة تتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء. وهدد التجمع بقطع الكهرباء عن الخرطوم بتعطيل الخط الناقل لكهرباء سد مروي وأمهل الحكومة 12 ساعة لتنفيذ قرار التراجع عن زيادة الكهرباء. قال رئيس اتحاد المزارعين الشمالي طه جعفر لليوم التالي إن لجنة تجمع المزارعين في الولاية أوضحت أن مطلبها الأساسي هو التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء. بداية، لماذا لم يتم تنفيذ قرار التجميد الذي أصدره عضو مجلس السيادة أو أعلنه عضو مجلس السيادة برضه؟ كواليس هذا القرار يعني غير واضحة، هو اختبار حقيقي لمدى السلطات التي هي توجد في مجلس السيادة الانقلابي. هل يمتلك هؤلاء المدنيون الذين تم تعيينهم من قبل قائد الجيش أي صلاحيات فعلية وحقيقية وهم قادرون على إنفاذ أي قرارات يتخذونها أو أي لجان تخرج من هذا المجلس يصبح لها سلطان في إدارة شأن الدولة؟ هذا الاختبار الآن واضح أن قرارات مجلس السيادة ولجنة برطم قد سقط، وهذا يؤكد أن السلطة الفعلية ليست في هذا المجلس، السلطة الفعلية في مكان آخر. أنا في تقديري أن أي أجهزة مدنية يتم تشكيلها بقرارات من قبل سلطة انقلابية تصبح السلطة الفعلية هي بيد من يمتلك القوة. ما المطلوب للخروج من الأزمة الآن، أزمة الولاية الشمالية؟ هي الأزمة أوسع نطاق من أزمة الولاية الشمالية. أنا أعتقد أن سنة قد استنها أهل الشرق والمجلس الأعلى للنظارات البية والعموديات المستقلة والناظر السيد محمد الأمين تريك هي حالة معدية الآن، ذهبت إلى كل يجد أن هذا السبيل الأيسر والأسهل والطريق الأقصر للوصول إلى قاياته باستخدام هذه الوسيلة. طيب ما الحل لها؟ قطع الطرق وسيلة ما الحل لموضوع قطع الطرق نفسه يعني؟ ما طالما أن جهة من الجهات استطاعت أن تحقق قاياتها عبر هذه الوسيلة، هذا لا يعني أن الآخرين يمكن أن يلجوا إلى ذات الوسيلة. أدركوا أن هذه هي الوسيلة الوحيدة. هذا التهديد 12 ساعة فقط وإلا سيتم قطع الكهرباء، ألا يشكل مهدد؟ نعم، الأزمة في شمال السودان أزمة مركبة الآن تشتكي منها القاهرة. الآن هناك توقف للسلع وكثير من الثروات التي كانت تذهب إلى مصر، والاقتصاد المصري أيضا يتضرر من هذه القضية. أتصور أن حتى لجنة برطم عندما قالت بذلك هي راعت حساسيات أخرى لدول في الجوار. ربما أن هذا الأمر يضع الحكومة على محك صعب. واضح أن الموارد الاقتصادية والمالية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باتت شحيحة، وهي لا تستطيع أن تعالج كثير من الأزمات، ولذلك فرضت رسوم إضافية وأدت إلى رفع أسعار سلعة الكهرباء، وجعل هذا المزارعون الذين يعتمدون في مشاريعهم الزراعية على الطاقة الكهربية تواجههم مشكلات في الإنتاجية واستمرار الأعمال. والقضية معقدة، لا تستطيع أن تعالج هذا الأمر بأن تعيد الأسعار القديمة للكهرباء الحكومة باعتبار أنها لا تمتلك أيضا ما يوفر لها من موارد مالية تغطية هذه الدعومات، وربما حتى البعض يتشكك في أنها دعومات، هي محاولة لفرض أتاوات جديدة على كاهل المواطن السوداني لسد عجز في مجالات صرف أخرى. الحكومة تواجه بصرف وفواتير أمنية عالية الآن، هناك حالة استعداد 100%، وهناك مشكلات كثيرة تواجه الحكومة. يبدو أنها في معادلة صعبة، لا تستطيع أن تتنازل عن مسألة الأسعار الجديدة للكهرباء رغم ما قالت به لجنة برطم. وفي ذات الوقت هناك ضغوط من الجوار الإقليمي، هناك مصالح تتهدد لدول ذات نفوذ وذات تأثير حتى على الانقلابيين في الخرطوم.